قاتل قاتل. هدف تاني يعدل بيه الشرقية للدخان النتيجة، يعني فرقة الأهلي سنطرت وفرقة الشرقية الدخان في نص ملعبها. هادي كورة، هادي كورة، هادي كورة، جول. ايه ده؟ هدف، هدف، هدف تالت، هدف يعني مش الهدف التالت في ايه؟ تحكيم هنا سنطروا. هو المشهد بالنسبة لنا، المشهد بالنسبة لنا المعتاد ان احنا دايما بنستنى الفرقة ترجع، ولكن هنا بقى كابتن نصري بيقول لك لا مش شرط، اهو ادي الكورة خلاص بقى، ما الكورة جوه ما فيهاش كلام بقى، ما الثلاث لعيبة انفراد واضح، وادي هدف ثالث احرزه مين؟ ده عمر عبد الحميد، لا ده مين؟ ده البديل اللي نزل محمد حمدي عيسى. خلاص خلاص كابتن نصر اهو بيقول لي تمام، طالما مفيش ولا واحد واقف خلاص اتحسب عادي، مفيش مشكله. هنا الجدل بقى، الحكم هيحسبها ايه؟ لغى الهدف. هنا بقى كابتن نصر خبيرنا الكبير ليك الكلام كله بعد اللقاء، ليك الكلام عندك، هنشوف مع